اعزائي مشاهدي قناه شعبيات، كل سنه وانتم بخير وطيبين. بمناسبه راس السنه النهارده مهرجان شعبيات جامد قوي. دخلت الاستوديو النهارده لقيت كل نجوم مصر موجودين معانا، والنهارده كان معايا مخرج انا بعد نفسي بحبه قوي، ممدوح منور الدنيا كلها عليه. حبيبي يا حود اهلا بيك. عامل ايه يا عم مصر؟ الحمد لله تمام يا محمود. وان شاء الله يعني يا رب دايما نكون كلنا كل كاست شعبيات عند حسن ظنكم، من مخرجين لمونترين لكل الناس. وان شاء الله يكون المطربين بتوعنا يكونوا بيقدموا طبعا اللي انتوا عايزينه دايما. في عندنا غلطات بنحاول نصلحها، وان شاء الله بامر الله بامر الله بامر الله، ده وعد مننا كلنا. 2015 هتشوفوا مننا حاجات حلوه جدا، بقياده حلوه جدا، باداره حلوه جدا، وادعوا لنا ان شاء الله ربنا يوفقنا. مش هتعمل حاجه على حسابك؟ لا ما بعملش ببلاش انا. خلاص يا ممدوح،